في إطار مكافحة أشكال الإجرام المنظم، تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية غردايا من معالجة قضية نوعية تكللت بتفكيك شبكة إجرامية خطيرة وإحباط مخططها الهادف إلى المساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم. تنشط هذه الشبكة الإجرامية في استغلال غير المشروع لورشتين متخصصتين في إنتاج ألبسة شبيهة بالزي الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني وطرز مختلف المستلزمات، وكذا صناعة معدات شبيهة بتلك المستعملة في مجال نشاطات الأمن الوطني في ميدان حفظ النظام. في هذا السياق تم إيقاف عناصر هذه الشبكة الإجرامية المتكونة من 10 أشخاص محترفين هذا النشاط، من بينهم 5 راعية أفارقة. العملية التي أفضت إلى حجز كميات معتبرة من الألبسة النظامية المزيفة، شارات مطروزة كتبت عليها عبارة الأمن الوطني وعصي شبيهة بتلك المستعملة في عملية حفظ النظام، الكل موجه لأغراض إجرامية.